تعال نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراة ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. من جديد ده كل التحية ليك يا كابتن أيمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأهلي على فريق وادي دجلة واعتلاء النادي الأهلي لقمة الدوري المصري، سعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، ده مرحلة صعبة وخلاص المرحلة الأخيرة، لكن النهاردة ثلاث نقاط جاليين بيضعوا النادي الأهلي على قمة الدوري، مبروك الفوز ومبروك اعتلاء صدارة الدوري المصري. الحمد لله طبعا، لكن هي في النهاية يعني العبرة بالخواتيم، يعني لسه قدامنا سبع مباريات كلهم هيبقوا صعبين، ما فيش حاجة سهلة أبدا. يعني الشوط الأول كان لازم يبقى فيه رغبة أكتر من كده، كان لازم يبقى فيه شراسة أكتر من كده، ممكن يجت لنا فرص مش صغيرة ومش قليلة، لكن في النهاية الحمد لله رب العالمين. يعني كل مباراة أو كل 90 دقيقة لازم تقفلها بسرعة وتبص اللي بعدها، يعني لأنها كلها مرتبطة ببعض. كابتن علاء ميهوب في الاستوديو التحليلي قال انت في مرحله ال 100 متر الاخيره، التضحيه مطلوبه من اللاعبين، انت في مرحله الحسم، التعامل مع المباريات دي يكون تعامل مركز. زي ما انا قلت يعني لازم يبقى في شراسه دايما اكتر، ولازم يكون في اصرار اكتر وعزيمه اكتر. يعني عندك سبع مباريات هي الختاميه، يعني فاقل من 23 يوم دلوقتي، يعني انت ابتدى من مباراه سيراميكا هتبقى يوم 7، يبقى انت بتتكلم في حوالي 16 يوم يعني، او اسف 20 يوم. فمهم جدا ان احنا يبقى في تركيز على اعلى مستوى لحد الثانيه الاخيره، ما فيش حاجه هتيجي سهله يعني. كابتن سيد، اخر اربع لقاءات لعبت امام الفرق اللي هي بتعاني من الهبوط، ودي مواجهتها اصعب في التوقيت ده. بعض الناس تخيل ان ده سهل جدا، لكن اعتقد ان ده امر صعب جدا. ما فيش حاجه سهله خالص، الدوري دي ما فيش حاجه سهله فيه خالص. يعني احنا فقدنا نقاط من كانت في المتناول، لكن هي دي كوره. يعني خلينا نقفل اللي فات ونبص للي جاي. يعني كل مباراه وكل 90 دقيقه محتاجه تركيز عالي جدا، محتاجه اصرار عالي جدا، محتاجه يعني رغبه وعزيمه شديده جدا من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. انت كل مباراه بتبقى قاعد لحد الدقيقه 90، ما فيش مباراه ما اعتقدش ان هتمشي بالشكل البسيط قوي علينا، يعني ده وضع طبيعي جدا في المرحله الاخيره. لكن احنا كمان لازم نقابل ده بعزيمه واصرار، لازم نقابل ده بتفكير عالي جدا وتركيز شديد جدا. كابتن سيد، عايز لقطتين اقف مع حضرتك. في مباراه اسوان كهربا جاب جون، اول ما جري على الكابتن سيد عبد الحفيظ. النهارده كهربا اول ما جاب جون جري على الكابتن سيد عبد الحفيظ، وفي لقطه في ختام المباراه كابتن سيد عبد الحفيظ واقف على الخط بيشجع وبيسقف لعلي معلول. طبعا يعني هو كل في الاخر واحد، احنا مش عارفين زي ما قلت مين اللي هنكسب على رجليه بطوله الدوري يعني، لكن في النهايه احنا فرقه جماعيه، واكثر حاجه بتميزنا طول عمرنا يعني من اول انشائتنا لحد دلوقتي هي الحته الجماعيه. يعني ان شاء الله باذن الله يكون احسن في الفتره اللي جايه، ومع انضمام لعيبه المنتخب كمان يعني اللي خدوا كان راحه كان مهم جدا يعني طبعا لا. يعني احنا فضلنا النهارده يكون معنا صلاح، والمفروض كان يبقى طاهر كمان كحلول في الجانب الامامي يعني الجزء الامامي، لكن طاهر امبارح كان عنده حاجه في صباع رجله، كانت مورمه صباع رجله، فما كانش يقدر ان هو يشارك النهارده. ان شاء الله من بكره هيبقى في ريكفري ليهم وتواجد باذن الله في الماتش الجاي حسب رؤيه الجهاز الفني. عايز اختم معاك يا كابتن سيد. كابتن سيد عبد الحفيظ، مستمتع بالعمل في النادي الاهلي وانت بتطلع في ضغوط في تحديات، وقت الفرحه معاك ما بياخدش وقت كتير، بتطلع من بطوله افريقيا، مش ده الفريق اللي لسه واخد افريقيا من كام يوم. حجم الضغوطات والعمل في النادي الاهلي والتحديات، كابتن سيد عبد الحفيظ مستمتع بالجو ده؟ يعني بص، هي في الاول والاخر هي الحياه كلها كده، مش في كره القدم بس، يمكن في كره القدم فيها فيها جزء سريع شويه، مودك بيتغير من الدقيقه الاولى للدقيقه الثانيه للدقيقه العاشره لاخر الماتش، يعني هي دي كره القدم يعني. لكن في النهايه كل مرحله فيها ضغوط، وانا بقول دايما يعني بغض النظر عن النجوميه اي واحد حتى لو مش مجال كره القدم، اي واحد بيجتهد وبيتميز في شغلانته او في مهنته يعني او في تخصصه بيبقى نجم. خلينا بس ان يبقى تفكيرنا دايما ايجابي، دايما يبقى تفكيرنا لقدام، بكره هو المستقبل، بكره هو اللي انت عايزه، امبارح خلاص عدى انتهى، مش هتعرف تجيبه تاني خالص يعني. مهم ان انت تكون بتعمل تاريخ، لكن في النهايه المستقبل وبكره محتاج تفكير كبير قوي يعني. استعداد لمباراه سيراميكا هيبدا من الغد. بالتاكيد بكره ان شاء الله هنتكلم بس مع الراجل دلوقتي، هنشوف هنتجمع الساعه كام وهنتمرن، وبعد بكره معسكر. وسيراميكا من الفرق كويسه جدا بالتاكيد، وفرقه كمان اللي شكل ما تحسش انها بتلعب في الدوري الممتاز لاول مره يعني. اشكرك يا كابتن سيد، ومبروك الثلاث نقاط، مبروك اعتلاء الصداره. الحمد لله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اعتقد يعني نقاط مهمه جدا اتكلمنا فيها مع الكابتن سيد، وثلاث نقاط غاليين جدا بيضعوا النادي الاهلي على صداره الدوري المصري. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوي وضيوف الكرام. بنك الاهلي والانتاج الحربي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.